بكلينيك اليوم معنا دكتور ميرنا واكد، اختصاصيه بالامراض الصدريه ورئيسه الجمعيه اللبنانيه للامراض الصدريه. وطبعا حضرته رح نحكي بما رح نحكي عنه عن التدخين وتاثيره على الرويه وقد ايه ممكن انه يكون فعلا مؤذي لدرجه الانسداد الرئوي المزمن. اهلا وسهلا فيك دكتور واكد. يعني ما بعرف المدخنين بتصور تعبوا منا قد ما عم نخبرهم، واليوم كمان كان في حديث خلال النهار كمان عن المدخن وقد ايه المفروض يعتني بحاله اذا عن جد مش قادر يوقف التدخين، لانه كمان يعني هي ما بتقضي على التدخين القصه، في كثير اشياء بالحياه، تلوث في طريقه اكل ولايف ستايل اصلا عندنا مأذيه بيجي عليها التدخين تيكون هون ما بقى يعني نقدر نخلص. فالمدخنين بيقولوا انه مش بس التدخين هو يلي عم بيأثر علينا، في كثير اشياء ثانيه وهذا بيكون عذرهم بالوقت يلي التدخين هو ثلاث ارباع المشكله. بس نحن ما نحكي عن الاو سي بي دي او الانسداد الرئوي المزمن، شو هو بالتحديد؟ اوكي، هلا نحن بالشهر اللي فات كان في اليوم العالمي للانسداد الرئوي المزمن، لهيك قمنا بالجمعيه اللبنانيه بعده نشاطات خاصه هي للتوعيه على حول الانسداد الرئوي. هلا مثل ما اسمه بيقول انسداد، يعني هي كل مجرى الهواء مع الوقت بسكر تدريجيا، وهالشي بيسبب بالاول ضيق نفس على مجهود كثير كبير، وتدريجيا بتصير مجهود الصغير ممكن شخص يضيق نفسه منه. ومن العوارض الثانيه هن ناس بيسالوا بيطفوا بلغم، وبذات الوقت بيقدروا يعملوا التهابات جرثوميه متعدده. الانسداد الرئوي هو اذا بدك مرض هيدا العصر، هيدا اللي جاي، يعني هودي القرن ال21 هيدا المرض في بريفنشن ليكون عم يكثر. مفروض لانه اذا بدك كل شيء، كل امراض مزمنه عم تنزل نسبتها الا الانسداد الرئوي عم تعلى نسبته. ومثل ما حضرتك قلت بالمقدمه له علاقه مباشره مع التدخين، وبهيدا بحالات يعني 85% من الحالات السي او بي دي او الانسداد الرئوي المزمن لها علاقه بالتدخين. والحالات الباقيه هي انسداد رئوي عند انسان ما بحياته دخن، بيقدر يكون يا بس بين ال 85 وال 15 في فرق كثير كبير. طبيعي، اكيد اكيد، وهيدي دائما بقولها لانه على طول في مثل ما قلتي كمان بالمقدمه انه دائما المدخن عنده اسبابه او عذر بيطلعوا، لانه في امراض ثانيه بتجي من غير التدخين ما بيمنع. التدخين هي اكثر شغله عادي بعصرنا نحن، هي مؤذيه بكل مجالات الصحه. وكمان مبدئيا نحن عندنا كنترول على الشغله اكثر ما عندنا كنترول، مبدئيا اكثر ما عندنا كنترول على غيرها. مزبوط، يعني مش مثل مثلا نقول السكري، السكري بيقدر لاسباب استعداد وراثي بيقدر يبين، بينما التدخين انت هيدي بارادتك عم بتبلشي. فكثير مهم انه نضوي على الانسداد الرئوي المزمن، ولو يمكن عم يتاخد انه في زهقنا من هالرساله. الانسداد الرئوي شيء كثير فظيع لانه بيصير بطريقه على مهله شوي وشوي، والناس دائما بتبلش بيسعله ويطلع عندها بلغم بطريقه مزمنه بتقول لك هذا من التدخين، بس لا، هيدي اول عوارض لا يصير بعدين في ضيق نفس. هو من التدخين يعني. ولكن شو اللي عم بيصير بالرواية بهالوقت وبكل الجهاز التنفسي بهالوقت؟ هيدا هو هيدا ببلش بمكان معين هالانسداد. مزبوط، هو لهيك بضلوا بالاول يعني ما بيعطي عوارض كثير، لانه كل شيء بيطلع من دخان السيجاره ببلش يسد المجرى الصغير، وشوي وشوي بتصير تطلع الانسداد، بصير يطلع المجرى الاكبر، ولهيك بتصير ضيق النفس بزيد. بالمراحل المتقدمة بصير كتير مهم، يعني في ناس عندهم انسداد رئوي متقدم حتى بيتعبوا وقت يكونوا عم يلبسوا ثيابهم الصبح أو عم يزبطوا تختهم. هلأ دايما وقت نقول مزمن الناس بتقول يعني ما في علاج، هالشي مش صحيح. كمان هيدي من الأشياء اللي نحن بنفتخر فيها أنه هيدا المرض كمان تقدم كتير، تشخيصه لازم يتشخص. كثير ناس بيفتكروه ربو، بس في اختلاف كبير بينه وبين الربو. في قصه التدخين وراء، وقتها يتشخص بتخطيط النفس، صار كثير مهم انه يتعالج.
بيتعالج بأهم طريقة هي توقف عن التدخين، لأنه دائماً بيعطي نتائج كتير إيجابية. وفي موسعات القصبات الهوائية اللي بياخدوها وبتنشقوها وكتير مهمة تعطي نوعية حياة أفضل. وبالحالات أكيد اللي أكتر بنعوز أكسجين، ببعض الحالات كورتيزون، بعض الحالات أدوية تانية وانتيبيوتيك وقت يكون في التهابات جسمية. كنت قبل هو عم بسألك اجتماع دكتور واكد مزمن يعني ما في علاج، بس دغري عم تقولي لي في علاج، إنما التشخيص هو المهم. يعني هون تشخيص المبكر شغله كثير مهمه لها العلاج. يعني لما بيكون في علاج مش انه نطمن بالنا انه بنبقى نتعالج، يعني لا، لانه في اشياء كمان مش ريكوبرابل، ما بترجع بالجسم. ما في شك، هي كانت صوره الانسداد الرئوي كانت صوره قاتمه جدا، كان كثير متشائمه بالاول، تغيرت لاسباب هيدي. بس برجع بقول كل ما واحد بالاول يعني شخصها كل ما افضل بكثير، لانه اكيد ال ال بعدين المرض كيف بيصير اقل بكثير، خفته بتخف اهميته. يعني كميه التدخين بتاثر على أكيد سرعه المرض. اكيد اكيد، دائما دائما في مرتبطه بكميه التدخين، بس وبنوعيه التدخين. كثير ناس بيفتكروا انه الارجيله هي سيف، ما انها سيف. وقت واحد يدخنها بطريقه كمان على طول متكرره مره بالاسبوع واكثر، وعنده ادمان عليها، في ادمان على الارجيله كمان، كما في ادمان على السيجاره، كل هول بيولدوا خطر الانسداد الرئوي كمان. هلا عاده اللي بدخن ارجيله بيقول لك ما هيدي بدها وقت لنقعد ونحطها، بس صارت كثير سريعه هلا، وصار في دليفري كمان، صارت كثير كثير الخبريه هيني، صرنا بنترك اشغالنا لنقعد على الارجيله. يعني مش بس الادمان عم بيكون جسدي وعم بيكون مضر بالصحه، انا ما عم بضر بالحياه الاجتماعيه وبالحياه العمليه كمان. رح ناخذ وقفه ونرجع نتابع الحديث عن الانسداد الرئوي المزمن. نرجع لأخنينك مع دكتور ميرنا واكد، أخصائية بالأمراض الصدرية ورئيسة الجمعية اللبنانية للأمراض الصدرية، وموضوعنا الانسداد الرئوي المزمن يلي سببه الأساسي فأذن هو التدخين. هذا السبب مباشر هلأ في التدخين الغير مباشر ما حكينا عنه كمان. هلأ في يعني بنحطه على جنب، يعني لا ما بنحطه على جنب، لأنه كتير مهم كمان نفسر للناس شو يعني. أول شيء الانسداد الرئوي تبين عنا بدراساتنا المحلية هم بلبنان، نحن عملنا دراسة، كنا أول ناس نعمل دراسة بالمنطقة عن الانسداد الرئوي بعدد كتير مهم، 2200 شخص لبنانية فوق 40 سنة، كان عنا نسبة انسداد رئوي 9.7 اللي هي عالية. فمن هودي أكيد اللي كان عنده انسداد كانوا أكتريتهم بدخنوا، بس لقينا نسبة كتير بسيطة من انسداد رئوي عن الناس ما بحياتهم دخنوا. هودا عملنا لهم دراسة وشفنا أنه ممكن يكون لها علاقة أولاً بالتدخين غير مباشر، يعني إذا عندهم بيشتغلوا بمحل مدخنين واحد، اثنين عندهم أمراض قديماً يعملوا التهابات متكررة، ثلاثة نوع من الناس أكثر شيء النساء يلي بيستعملوا يا الحطب يا المازوت، عندهم تلوث بيئي جواني يعني بالبيت بقلب البيت اللي هو معروف أنه بيقدر يأثر على صحة النفس. فهودي موجودين، وبرجع للغير مباشر لأقول أنه القانون منع التدخين بالأماكن العامة ما كان برأيي أنا لازم يرجع يتفكر فيه ويتفعل فيه، لأنه ما كان قصد أنه لا يهاجم حدا، ولا كل واحد بالنتيجة مسؤول عن صحته، بس كان عم يأذي غير. يعني في الأولاد أول ناس بينأذوا من التدخين الغير مباشر، بتزيد حالات الربو بحالاتهم وعندهم الأذن، التهابات الأذن، وكمان عم نشوف حالات انسداد رئوي عند نسوين مثلا جوازين رجال بيدخنوا، هن ما بحياتهم دخنوا، أو النساء الحوامل يعني أو كمان. نساء الحوامل القصة لحالها اللي هن بدخنوا اللي هن كتير مهم أنها توقف، لأنه بتسبب لولدها أمراض كتير مهمة بعدين
بعمر مبكر وبعدين. يعني احنا بلا السيجارة مش خالصين من الأمراض اللي ما قلنا كنترول عليها. أكيد مع أكيد. السيجارة. فكتير برجع بقول إنه كتير كان مهم إنه نرجع نفكر ندرسه من جديد لهالقانون، لأنه كان عم بيحمي الغير مدخن من أمراض هو بيقدر يستغنى عنها. دكتور واجد، الانسداد الرئوي المزمن، هالانسداد عم يصير من شو؟ من هالماتير يعني اللي تطلع من السيجارة، أو من الالتهابات يلي بتبقى بيبقى منها ريزيديو أو شو؟ لا، هي أكتر شيء من كل شيء بيطلع من من السيجارة، من الدخان تبعيتها. عندها قوة فظيعة لحتى نيكوتين وإخواتها. النيكوتين هي سوليد ماتر، بس الغازات اللي بيطلعوا عندهم قوة بتبرش، بتبلش تبرش المجرى الهواء وتبطل تتركه يتصرف عادي، بطل يقدر يدافع عن الجراثيم، بيضعف وبنفس الوقت بصير ينسد وبيلتهب بالجراثيم. حكينا عن العلاجات يلي بتكون بأي طريقة، لكن كلها ثلاث ارباعها هي علاجات تنشق، بتوسع مجرى الهواء. نعم. صحيح مش مثل الربو، يعني مش مثل الربو دغري بتفتح مجرى الهواء، لكنها بتساعد كثير. نعم. والحالات متقدمه اكسجين وغيره. دكتور مينا واكد، شكرا لوجودك معنا، معلومات قيمه اخذناها منك اليوم. نحن بناخذ وقفه، من بعدها بنكون مع واتسون تي في، خليكم معنا.